أهلا بكم في حصادنا الإخباري لهذا اليوم، والبداية بأهم العناوين. استمرار المفاوضات الرامية للتهدئة بين الزاوية وورشفانة، والبعثة الأممية ترحب بجهود التهدئة في المنطقة الغربية. تجدد الاشتباكات في أوباري بالرغم من الهدنة المبرمة بين التبو والطوارق، ولقاء يجمع مصرات وتورغ بقسم حقوق الإنسان بالبعثة الأممية. تهديدات من آمر سجن بيرسيس بانسحاب قواته من محور الصابر ببنغازي، ومنظمات حقوقية تطالب بحماية المعتقلين في السجون التابعة لحفتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفان المبروك بوعميد في تصريح لبانوراما أن وفود المصالحة من مدن زينتان ومصراتة والرجبان ومختلف المناطق الأخرى التي وصلت لمنطقة ورشفان وقد اتجهت لمدينة الزاوية على أمل أن تصل إلى تهدئة واتفاق يحقم الدماء بين الطرفين. وأكد بوعميد بتمسكهم بمطلب الإفراج عن السجناء من ورشفان بالزاوية دون قيد أو شرط، وإيقاف الحرب وانسحاب الطرفين من الحدود الإدارية لكل من ورشفان والزاوية، مضيفا بأن قبائل ورشفان رأت أنه من الواجب أن يتم تأمين الطريق الساحلي من قبل مناطق محايدة باستثناء ورشفان والزاوية. وأكد بوعميد في تصريحه رفع الغطاء الاجتماعي عن أي شخص من القبيلة يرتكب جرماً مشهوداً أو سرقة أو قطعاً للطريق على حد قوله. أفاد مصدر من لجنة حكماء وشيوخ الزنتان والرجبان ومصراتة والأصابع التي تسعى للصلح بين مدينة الزاوية وورشفانة، أفاد بالوصول إلى اتفاق مبدئي بين الأطراف. وأضاف المصدر بأن الاتفاق شمل التحقيق في حادثة إسقاط الطائرة وتسليم الجنات بضمانات من الراغبين بالصلح، بالإضافة إلى إطلاق سراح المحتجزين بين كل من ورشفان والزاوية، ووضع خطة أمنية لتأمين الطريق الساحلي بالكامل شرط أن لا يكون من المدن المتنازعة حسب المصدر. قال نائب رئيس مجلس الأعيان والحكماء بمدينة الزاوية عادل حسين في تصريح لبانوراما أنه تم إطلاق سراح 4 مواطنين من المدينة كان قد تم اختطافهم على أساس الهوية في منطقة ورشفانة دون إعادة ممتلكاتهم. وأكد حسين على إطلاق سراح مواطن خامس يدعى نوري البوعسي كان قد تم خطفه وسرقة سيارته منذ عدة أسابيع، وذلك بعد دفع فدية تقدر ب 150,000 دينار، مضيفا بأنه لا يزال 20 آخرون من أبناء الزاوية مقبوض عليهم داخل ورشفانة. لمزيد تسليط الضوء على المنطقة الساحلية ينضم إلي مباشرة عبر الهاتف السيد عادل حسين نائب رئيس مجلس أعيان وحكماء الزاوية. أهلا بكم وسهلا سيد عادل. سيد عادل، ما هي الإجراءات الجديدة والحيثيات المستحدثة التي اتخذتموها لتأمين تلك المناطق الواقعة بين ورشفانة والزاوية مبدئيا على الأقل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يا أخي أقدم تعازي لجدي ولأهلي في الزاوية ولكل أهالي ليبيا في الكارثة الأخيرة والذين قضوا في هذه الحادثة. أما بخصوص تأمين الإجراءات التي ذكرتها أنت الآن، فأولا أريد أن أفيد بأن مدينة الزاوية بسلطاتها المعتمدة المحلية المتمثلة في مجلس الحكماء وأيام مدينة الزاوية وكذلك تجمع كتائب وسرايا مدينة الزاوية بأنه لم يجري أي لقاء مباشر أو غير مباشر ولم يستقبل أي وفود بخصوص هذه الأزمة أو بخصوص مساعي مصالحة
او غيرها او مفاوضات لهذا الخصوص. والاجراءات التي ذكرت الان هذا الموضوع يعني كما نعلم هذا موضوع الدوله الليبيه، موضوع هذا الحرابه وهذا الاجرام الذي حصل الان توسع واصبح يحمل صبغه الدوله بالكامل. الكل تضرر من هذه السلوكيات الاجراميه وهذه الحرابه وهذه الانتهاكات وهذا الارهاب، واصبحت الان الاجراءات هي اجراءات دوله، اجراءات تاتي الاوامر من الدوله وتعتبر هذه من اختصاصاتها، وليس لمدينه الزاويه يعني اجراءات خاصه بها في هذا السياق. سيد عادل لو سمحت، هل يمكن الحديث والان فعلا وبموضوعيه تامه عن مصالحة سياسية بين مختلف الأطراف المتنازعة في تلك المنطقة بالذات، توضع فيها الأسلحة على حدا ويتم الاتفاق الاجتماعي السياسي على هدنة تحددون أنتم موعدها والأطراف المتشاركة حولها؟ والله يا أخي هو الصلح والمصالحة هذا أمر يعني مطلوب من الجميع، ومدينة الزاوية من المدن في أولوية المدن التي تدعو إلى المصالحة وإلى السلم الاجتماعي وإلى يعني البعد عن الحروب وعن القتال، ولكن في نفس الوقت تاريخ المصالحة في هذا المجال طويل، وحدثت اتفاقيات كثيرة ومشاريع مصالحة كثيرة، ولكن اللي فقد العوامل التي تساهم في إنجاح هذه المصالحات وتعتبر من العناصر الرئيسية في هذه المصالحات حتى تؤدي يعني ثمرتها الصحيحة، أدى إلى فشل كل هذه المصالحات وأدى إلى تكرار المآسي وتكرار الاختراقات وتكرار الأعمال الإجرامية. فبالطبع طبيعي جدا إذا مدينة الزاوية كان هناك أمر للمصالحة وكان كانت هذه المصالحة تضمن النتائج سواء الضحايا سواء تأمين المنطقة بشكل فعلي وواقعي وناجح، وكذلك يضمن التزام كل الأطراف بمسؤولياتها. نعم سيد عادل حسين نائب رئيس مجلس أعيان وحكماء الزاوية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ثمنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عاليا كل الجهود التي قام بها الأهالي والمسؤولون من الرجبان والزنتان ومصراتة وسبراتة والأصابع مع ورشفان والزاوية من أجل إنهاء التوتر. أضافت البعثة خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي إن ما قام به الأهالي خير مثال على قدرة الليبيين في صنع السلام بينهم وعلى عزمهم على وقف الاقتتال. وأكدت البعثة دعوتها للأطراف الليبية إلى ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تصاعد التوتر. أدان تجمع ساحات الثورة والثوار وحكماء وشيوخ ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة سبها في بيان له العمل الجبان الذي استهدف طائرة الإسعاف شرقي الزاوية. بيان تجمع ساحات الثورة والثوار ومؤسسات المجتمع المدني من أعيان وحكماء وأهالي مدينة سبها. الله أكبر. نترحم على أرواح الشهداء الأبطال الذين نالتهم أيدي الغدر والخيانة والإجرام، ونسأل الله العلي القدير أن يجعل مثواهم الفردوس الأعلى من الجنة. ونحن نقف هذه الوقفة اليوم لندين ونستنكر بشدة هذا العمل الإرهابي الإجرامي والذي أدى إلى مقتل نخبة من خيرة رجال الوطن الشرفاء الذين كانت لهم مواقف بطولية مشرفة في إنجاح واستمرار ثورة 17 من فبراير المجيدة، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبلهم من الشهداء. إن هذا العمل الإجرامي الإرهابي يبين مدى حجم المؤامرة الخبيثة
لزعزعة الأمن والتأثير على إفشار الحوار بين الليبيين. هذا وأكد التجمع في بيان له أن الحوار هو الخيار الوحيد للخروج من الأزمة، مطالبا الجهات الرسمية بأخذ التدابير حيال الحادثة. وعلى الرغم من كل هذه المؤامرات، فإن الحوار هو الخيار الاستراتيجي للخروج من الأزمة أو من هذه الأزمة وبناء دولة ليبيا جديدة. فإننا نطالب وبشدة من خلال هذه الوقفة من الجهات المعنية من المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ الوطني ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي والوحدات والتشكيلات الأمنية التابعة لها باتخاذ كافة التدابير للتحقيق في هذه الكارثة للقصاص من هذه العصابات الإجرامية الإرهابية. وينضم إلينا مباشرة الزميل محمد البكوش مراسلنا من سبها. محمد أهلا بك. أهلا بك أخي محمد. محمد لو نستسقي من عندك آخر الأخبار أو الأوضاع التي تعيشها مدينة سبها. نعم أخي محمد، أبرز ما كان كما ذكرتم طبعا حضر عدد لا بأس به من المواطنين يوم أمس بدعوة من تجمع الساحات. كان هذا العدد من مختلف الشرائح يوم أمس في وسط المدينة، وكان من بينهم رؤساء بعض الكتائب الأمنية وأعضاء تجمع الساحات. والذي عادة أخي محمد ما يقوم بعقد لقاءات إلقاء أي بيان، وبذلك كانت دعوة من تجمع أعضاء تجمع الساحات خروج للاستنكار والتنديد بما حصل في الطائرة العمودية التي سقطت قبل أيام. هذا أبرز ما حدث يوم أمس. كذلك علمنا أخي محمد أن هناك بعض من الناشطين في المدينة يقومون بالإعداد لتجمع أو حراك ما يسمى بحراك دعم الوفاق الوطني أو حكومة الوفاق الوطني المقترحة، يعدون لإلقاء بيان أو مشابهة من هذا الحراك. هذا المجمل على الصعيد السياسي أخي محمد. على الجانب الأمني المدينة لا يعني أبرز ما يمكن أن نقوله في هذا الجانب هو لازالت بعض حالات السطو والجرائم تحدث. بالأمس كان هناك مقتل لأحد المواطنين عبد السلام الكنتي نتيجة سطو على سيارته. كذلك تحدث اليوم عمليات سطو على السيارات، هذه ملاحظة في المدينة. هذا في المجمل في الجانب الأمني. محمد لو سمحت. نعم نعم أستاذ محمد. محمد لو سمحت، أمام هذه الجرائم العشوائية المتكررة، هل وقع تتبع والقبض على الجنات على الأقل أو التحقيق في هذه الحوادث؟ نعم أخي محمد، تحال معظم هذه الحالات هذه الحوادث إلى طبعا يتم التبليغ عنها وتحال إلى الجهات المعنية من مراكز وكذلك الجهات المعنية بهذا الشأن. ولكن منذ فترة كبيرة منذ فترة طويلة كان هناك بعض المداهمات والاقتحام في بعض الأماكن من طرف القوة الثالثة المكلفة، ولكن منذ فترة طويلة لم نسمع باقتحام أي جهة أو القبض بأي مجموعة. وهنا ربما وجد هؤلاء الذين يقومون بعمليات السطو وجه براح أو مساحات يستطيعون أن يتحركون فيها، وبذلك عمليات هذه الأيام سطو مسلح وجرائم تحدث بشكل منظور وبشكل ملاحظ في المدينة هذه الأيام. محمد هنا لسائلنا أن يسأل، يعني هذا البيان أو هذه التجمعات التي شجبت العملية المتهورة الأخيرة واستنكرتها ونعت الشهداء، هل يمكن أن نرى أو نلمس استتباعات واضحة سواء من تنسيق سواء من مجتمع مدني يعني يقوم ببعض الفعاليات الأخرى التي تمر وتنتقل من الشجب والإدانة والاستنكار إلى فعل واقعي أو فعل سياسي حقيقي يغير على الميدان؟ نعم أخي محمد، هو يعني من أبرز النقاط التي ذكرت في هذا البيان هو المطالبة أو مطالبة أعتقد أن هناك أكثر من المطالبة الآن، إلا إذا كان هناك تعد مذكرات أو تطالب يعني ربما بتحقيق دولي أو إدخال يعني شيء من هذه الجرائم التي تحدث. ولكن ما لاحظناه من ربما الحراك الأبرز تجمع الأبرز في المدينة خلال سنة أو أكثر هو تجمع الساحة طالب
تودي الجهات المعنية باتخاذ التدابير والتحقيقات اللازمة التي عادة ما يطالب بها في مثل هذه الجرائم التي تحدث. هذا أكثر ما رأيناه، ولم نرى أي عمل يقود أو يذهب إلى أكثر من ذلك. أخي محمد. نعم، شكرا جزيلا لك محمد البكوش، مراسل قناة ليبيا بانوراما من سبها. أكد أحد مشايخ مدينة أوباري محمد الأنصاري أن المدينة تشهد اشتباكات متقطعة من حين لآخر بين المجموعات المسلحة بعد الهدنة الموقعة بين قبيلتي التب والتوارك، مشيرا إلى وقوع بعض المواجهات بالأسلحة الخفيفة في الساعات المتأخرة من الليل. أضاف الأنصاري أن طرق المدينة ما زالت مغلقة وغير آمنة، واضحا بالخصوص الطريق الرابط بين مدينة سبها وأوباري، وأكد أن أهالي المدينة يحملون الدولة المسؤولية التامة عن الوضع المأساوي الذي تشهده المدينة منذ أكثر من سنة تقريبا. التقت اللجنة المشتركة من مصراتة وتورغ مع قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع عدد كبير من سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا ومساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية. وأعرب السفراء عن دعمهم لتواصل الحوار بين مدينتي تورغة ومصراتة من أجل عودة أهالي تورغة إلى أرضهم وديارهم، مبدين استعدادهم لدعم هذا الحوار وإنهاء الأوضاع الصعبة التي يعيشها نساء وأطفال في تورغة داخل المخيمات. خرجت من مدينة الشهداء بالعاصمة طرابلس مظاهرة تحت شعار فبراير الصمود وللشهداء نجدد العهود. هذا ورفع المتظاهرون عدة شعارات عبروا فيها عن تمسكهم بمبادئ ثورة 17 من فبراير ومبادئها. في ذات السياق خرجت مظاهرة في مصراتة تحت شعار بوحدتنا نصنع الأمن واستقرار دولتنا. المتظاهرون عبروا عن إدانتهم عن حادثة إسقاط الطائرة، مطالبين بضرورة توحيد الصف والحوار الليبي دون رعاية أو وساطة أممية، وشددين بملتقى الوفاق الوطني الذي ضم معظم الدول الليبية. ولا أجدابيا، حيث أكد مصدر بالمدينة أن موجة اغتيالات وأوضاع أمنية صعبة تعصف بالمدينة، مؤكدا أن عدد الضحايا الاغتيال وصل لأكثر من 20 قتيلا، وغالبية من قتل من التيار السلفي ومنتسبين للجيش. ومن جهة أخرى حذر أحد أعيان مدينة أجدابيا فرج بوجفول من تحويل مدينة أجدابيا لبنغازي ثانية، وأوضح فوجفول أن الصراع داخل المدينة يجري الآن بين أربعة جماعات، مبينا أن مجلس شورى ثوار أجدابيا حريصون على الثورة والأمن، مؤكدا بأن عملية الكرامة ضمت تحتها فلول النظام السابق وعناصر من مكون التب والانفصاليين وبعض المنتمين للتيار السلفي، واضحا أن هدفهم استخدام نفس الأسلوب الذي طبق في بنغازي حسب قوله. هذا واغتيل صالح المشيطي أحد أفراد مجلس شورى أجدابيا من قبل مجهولين أمس الجمعة، واغتيل الخميس محمود الكيلاني الهمالي المنتمي للتيار السلفي بأجدابيا عبر تفجير عبوة بسيارته انفجرت وسط المدينة بالقرب من جامعة أجدابيا. الجدير بالذكر أن حوادث مشابهة تشهدها أجدابيا منذ أكثر من أربعة أشهر وسط غياب للسلطات الأمنية بالمدينة. تناقلت مصادر داخل مدينة بنغازي أن المدعو فرج قعيم آمر سجن بيرسيس شرقية بنغازي قد هدد قيادات عملية الكرامة بانسحابه من محور الصابري بسبب قلة الدعم وعدم الاهتمام بجرحه. يشار إلى أن قعيم من أبرز قادة ما يسمى بعملية الكرامة، حيث ظهر بقوة بعد اقتحام مدينة بنغازي وقاد الهجوم على الصابري الذي تسبب في تدمير أجزاء كبيرة منه، وهو المسؤول عن احتجاز أحد منافسيه المدعو عز الدين الوكوك المتهم بتنفيذ أشهر الاغتيالات في بنغازي.
إلا أن قام بإطلاق سراحه فيما بعد من خلال اتفاقيات قبلية. هذا ووجهت منظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية نداء عاجلا طالبت فيه بالإفراج عن 11 معتقلا في سجن الكويفية بمدينة بنغازي، بينهم 4 لم يبلغوا السن القانونية. وقالت المنظمة في بيانها إن آمر سجن منطقة برسس فرجقعيم يمارس ضغوطا على النيابة العامة لنقلهم إلى المعتقل الخاضع له. وحملت المنظمة وزارة الداخلية بحكومة ثني مسؤولية ما يتعرض له المعتقلون من انتهاكات حقوقية وتصفية جسدية، ووجهت نداء لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة حماية المعتقلين بدون محاكمة لأكثر من عام والإفراج عنهم لإنهاء معاناتهم ومعاناة أسرهم. أفادت مصادر إعلامية داخل مدينة بنغازي عن وصول شحنة أدوية تنتهي صلاحياتها نهاية هذا الشهر، تقدر قيمتها ب6 ملايين دينار ليبي، إلى مركز بنغازي الطبي خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد رسول عطاء على بعض الشركات المحلية. يذكر أن حالات الفساد المالي والإداري شهدت ارتفاعا غير مسبوق في مختلف القطاعات بالمنطقة الشرقية بعد سيطرة ميليشيات ما يسمى بعملية الكرامة على أجزاء منها، وتبني حكومة تبرق للعملية في ظل غياب ملامح الدولة وسيادتها منذ ذلك الحين. لازلنا معكم أعزائي المشاهدين ونقابلكم بعد الفاصل. عقيل صالح يقول بأن لديهم خارطة طريق بديلة والاتجاه نحو انتخاب رئيس للدولة، والاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على معرقل الاتفاق في ليبيا. الأمم المتحدة تكلف جنرالا إيطاليا بملف إرساء الأمن في ليبيا، واليونان تفرج عن أكبر ناقلة نفط ليبية المسماة بالهاني. قال رئيس البرلمان المنتهية ولايته عقيل صالح بأنه لدى البرلمان خارطة طريق بديلة إذا فشل الحوار، والتمديد تم وقف الإعلان الدستوري. وأوضح عقيل في تصريح صحفي أن المجلس سيتجه لانتخاب رئيس للدولة عن طريق التصويت للنواب، موضحا أن الظروف الأمنية للبلاد لا تسمح بإجراء انتخابات شعبية، وأضاف أن قانون الانتخابات الذي يعد الآن هو الذي سيحدد الشروط والمعايير للتقدم لهذا المنصب. وقال عقيل أن البرلمان لا يخشى حملات ولا للتمديد، لأن هناك فرقا كبيرا بين البرلمان والمؤتمر الوطني العام، فالأخير كان متمسكا بالاستمرار في السلطة، أما نحن فمستعدون لترك السلطة غدا إذا أراد الشعب، على حد قوله. أكد أعضاء من مجلس النواب عن المنطقة الشرقية تمسكهم بالاتفاق السياسي الموقع بالأحرف الأولى، وأكدوا في بيان لهم تمسكهم بأن يكون مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق من 3 أعضاء بواقع رئيس ونائبين وفقا للتمثيل الإقليمي، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بالإجماع. وشددوا على تمسكهم بمرشحهم عن إقليم برقة فتح المجبري، وأن شرعية مجلس النواب مستمدة من إرادة الشعب،
كما أشار البيان إلى وجوب تحديد آلية واضحة منصوص عليها بالملاحق والاتفاق السياسي النهائي لتنفيذ الترتيبات الأمنية قبل انتقال حكومة الوفاق إلى طرابلس. أكد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي السبت أن الأطراف السياسية في ليبيا مهددة بتجميد أصولهم في أوروبا والتلويح بعقوبات المنع من السفر إذا ثبتت عرقلتهم لمجريات الحوار السياسي الليبي. يشار إلى أن المبعوث الأمم المتحدة في ليبيا ليون كان قد اقترح تشكيلا لحكومة الوفاق الوطني بعد سلسلة من المفاوضات إلا أنها لاقت الرفض من الطرفين. قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي وافق أمس الجمعة على تعيين الألماني مارتن كوبلر في منصب مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلفا لبرناردينو ليون، على الرغم من أنه لم يعرف متى سيتولى هذه المهمة. أوضح دبلوماسي بالأمم المتحدة لوكالة رويترز أنه من المقرر حاليا أن يترك ليون منصبه في السادس من نوفمبر القادم، وأضاف أنه من الممكن أن يتم تمديد ذلك إذا حدثت انفراجة مفاجئة في جهود الوساطة التي يقوم بها. يشار إلى أن بان كي مون أبلغ في خطاب وجهه إلى مجلس الأمن عزمه على استبدال المبعوث الحالي ليون. فيما أكد المبعوث الدولي إلى ليبيا برناردينو ليون انتهاء مهمته في ليبيا، إلا أنه لن يغادر منصبه قبل توصل أطراف النزاع إلى اتفاق نهائي يضع حدا للأزمة الأمنية والسياسية في البلاد، معبرا عن أمله في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق والتوقيع عليه في النهاية، ثم يتولى شخص آخر المرحلة الخاصة بتنفيذه. وتوقع ليون أن تصادق الأطراف الليبية على المقترح الذي تقدم به والرامي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، مشيرا إلى أن برلمان طبرق سيعقد اجتماعا الاثنين القادم قد يعلن خلاله موافقته على المقترح، وأما التوقيع على الاتفاق قد يتم في غضون أسابيع قليلة، وسيتم بعد ذلك تشكيل حكومة من طرابلس. ذكرت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي أن الأمم المتحدة كلفت الجنرال الإيطالي باولو سيرا بملف إرساء الأمن والاستقرار في ليبيا. وقالت بينوتي في تصريح صحفي أن إيطاليا ستوكل لها مهمة فاعلية وأساسية في مهمة إرساء الاستقرار والسلام في ليبيا. أضافت إن المهمة الإيطالية والدولية رهينة وصول الأطراف الليبية إلى اتفاق سياسي وتفعيله في شكل حكومة وحدة وطنية. أشارت وزيرة الدفاع الإيطالية إلى أن مهمة إيطاليا ستتركز بالتعاون مع السلطة الليبية الجديدة في تفعيل اتفاقيات تدريب الجيش والشرطة وإعادة تأهيل مؤسسة الجيش لتمكينه من بسط سيطرته ومواجهة الإرهاب بالدرجة الأولى. تعتزم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني التوصل إلى مصر الاثنين القادم لمناقشة عدة ملفات من بينها الملف الليبي. وذكرت وكالة أيكي الإيطالية أن موغريني ستجري محادثات مع كبار المسؤولين في مصر تتمحور حول العلاقات الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك. وتأتي زيارة موغريني إلى القاهرة عقب اجتماعات فيينا التي جرت أمس الجمعة والتي شارك فيها الطرفان الأوروبي والمصري بشأن الوضع في سوريا. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكدوا دعمهما للمحادثات التي تجري في ليبيا برعاية الأمم المتحدة. وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض أن الرئيسان بحثا في اتصال هاتفي جرى بينهما الخميس الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا، خاصة الحرب على تنظيم الدولة.
أكد عضو كتلة العدالة والبناء بالمؤتمر الوطني العام عمر أبو شاح استقالة 8 أعضاء من كتلة الحزب، ولم يتم التراجع عنها حتى هذه اللحظة، مؤكداً أن الاستقالة سلمت رسمياً لرئيس الحزب المكلف، داعياً إلى انعقاد عاجل للجمعية العمومية للحزب يتم من خلالها مراجعة المواقف السياسية للحزب، لافتاً إلى أن أسباب الاستقالة لم تكن وليدة اللحظة بل نتيجة لمشاكل متراكمة ولعدم وضوح آلية اتخاذ القرار في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى عدم استشارة الكتلة في البيان الصادر بخصوص حادثة استهداف وإسقاط الطائرة العمودية بالزاوية. وشدد أبو شاح على أن قرار الاستقالة يعتبر نهائياً ما لم تحدث إصلاحات حقيقية وتغيرات جذرية. أصدرت محكمة الاستئناف اليونانية حكماً بالإفراج عن أكبر ناقلة نفط ليبيا الهاني وإلغاء حجزها الذي استمر أكثر من سنتين. الحكم صدر من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية بخصوص الناقلة الليبية، وأن بإمكانها الإبحار فور استلام سلطات الميناء نسخة رسمية من الحكم الصادر. يذكر أن السلطات اليونانية احتجزت الناقلة الليبية في أغسطس 2013 عقب حكم قضائي صدر لصالح المحامي اليوناني، وذلك لمطالبته ب6 ملايين يورو كأتعاب مالية لقضايا ترافع فيها لصالح الدولة الليبية منذ 2002. حصادنا متواصل وفيه. وفد وزاري من حكومة الإنقاذ يبحث المشاريع المتعطلة في زليتن، وعود باستكمال المشاريع المتوقعة بالمدينة. قام وفد وزاري يضم كل من وزير التخطيط ووزير التربية والتعليم ووزير الموارد المائية بحكومة الإنقاذ الوطني بزيارة ميدانية لمدينة زليتن للاطلاع حول ما تعانيه المراكز الخدمية بالمدينة، ومن بينها مستشفى زليتن وكذلك لبعض المدارس. أوضح وزير التخطيط محمد القدار خلال زيارته بأن مدينة زليتن تعاني من توقف هذه المشاريع، وستحاول وزارة التخطيط في رفع المعاناة عن المواطن بداخل المدينة. اليوم صراحة لنقف بشكل واضح وبين ونكون على مقربة من حاجيات المواطن الأساسي في بلدية زليتن. رأينا بصراحة تعاني هذه المدينة ما تعانيه، يعني للأسف نقولها بكل مرارة، مستشفى يعني يستقبل حالات بالآلاف بالآلاف طبعا معدل سنوي، بينما الخدمات الأساسية يعني خدمات أساسية محدودة جدا. عدد من المدارس بصراحة يعني كانت في السابق يعني هدمت نتيجة طبعا حرب التحرير، وفي معاناة بصراحة في من المواطن الليبي في بلدية زليتن. نحاول بصراحة كوزارة التخطيط وحاولنا أن ندفع باستكمال هذه المشروعات إلى حيز الوجود بأقصى سرعة ممكنة بإذن الله. وقال عضو المجلس البلدي زليتن أن الوزراء وقفوا على المشاريع المتوقفة والمتعطلة داخل البلدية ووعدوا باستكمال المشاريع المتوقفة. قام بزيارة مدينة زليتن وفد على رأس وزير التخطيط الأستاذ محمد القدار، ومعه مجموعة من مدراء بعض الأجهزة وأيضا وزير التعليم المتوسط التعليم الأساسي، ووقفوا على المشاريع المتوقفة والمشاريع المتهالكة في مدينة زليتن، ووعدوا المدينة ووعدونا كمجلس بلدي في هذه المدينة بالاستعجال والسرعة في إنجاز الأعمال المتوقفة واستكمالها، وأيضا البدء والشروع في
بناء بعض المباني التي على رأسها مبنى المستشفى التعليمي بمدينة زيدا، وهو المستشفى الوحيد في هذه المدينة. تعرض مستشفى مدينة جميل إلى التخريب، ووقع حريق في أحد أقسامه. مصادر من المدينة أفادت بأن شخصا مسلحا دخل المستشفى مساء أمس الجمعة، مضيفا بأن شخص كان مخمورا وقام بالرماية داخل القسم، مما أدى إلى احتراق إحدى الرصاصات لإسطوانة غاز، مما أدى إلى حريق مباشر داخل القسم. وقام المواطنون بإخماد النار وحماية الأجهزة من الإتلاف قدر الإمكان، فيما تم القبض على الفاعل وإحالته إلى الغرفة الأمنية بالمدينة حسب المصدر. ألزمت مصلحة الجمارك الليبية التابعة لوزارة المالية بحكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس المستوردين بتسجيل جميع البضائع والسلع المستوردة لدى شركة انتصار أفريقيا التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها، وذلك بدءا من مطلع نوفمبر المقبل. في المقابل أبدى رئيس الغرفة التجارية بطرابلس سالم القروري استنكاره للاتفاق، قال في تصريح له أن الاتفاق غريب جدا، متسائلا عن سبب الدفع 150 يورو عن كل حاوية بغرض معرفة معلومات عن الشحنات، على الرغم من أن البيانات مسجلة بشكل طبيعي في بويصلة شحن البضائع قبل مغادرتها من البلد المصدر. نظمت جمعية مكافح الخيرية للتوعية بمرض سرطان الثدي مساء الجمعة السبت في مسرح الكشافة بالعاصمة طرابلس حفل تكريم وتشجيع المصابات بمرض السرطان، وذلك في إطار دعم الروح المعنوية للمريضات. واشتمل الحفل الذي تم بالتعاون مع فريق طرابلس للتوعية بسرطان الثدي على العديد من الفعاليات، منها إحياء بعض العروض الموسيقية والمسابقات، إضافة لتكريم المريضات وتشجيعهم على مواصلة علاجهم. هدفنا إن نقول لكل امرأة بالأخص في هذا الاحتفالية إنها تقاوم المرض، ما تخافش إذا كانت هي مصابة بهذا المرض، بالعكس لازم تكافح، وإن هذا المرض نسبة الشفاء فيه عالية جدا. حاليا في حالات يعني ناجية تعتبر من هذا المرض وكافحت ضد هذا المرض، يعني نبغى نقول لهم ما تخافوش من هذا المرض، يمكن إنكم أنتم تتعايشوا حتى بعد إصابتكم لهذا المرض. تنضم إلي مباشرة الدكتورة أميرة قرواش مشرفة فريق طرابلس للتوعية من مرض سرطان الثدي. دكتورة أهلا وسهلا بك. دكتورة أميرة معي؟ دكتورة أميرة أهلا وسهلا بك. يبدو أن الاتصال قد انقطع. نعم، اختتم بقرية المغرب العربي الريغاتا فعاليات مهرجان الألعاب المائية بطرابلس، وحضر حفل الختام وزير السياحة بحكومة الإنقاذ وعدد من أعضاء بلد جنزور. يشار إلى أن المهرجان قد انطلق الخميس، وهو أول الذي تقيمه قرية المغرب العربي بعد إعادة افتتاحها مؤخرا بمشاركة عدد من الأندية البحرية بطرابلس. رسالة واضحة للعالم بحيث أن يعلم القاسي والداني بأن ليبيا وحدة واحدة بفضل سواعد الشباب الليبي، إن شاء الله حنكون معا ويد بيد في تنظيم كبير وإعادة النظر سواء على صعيد الدولة من الجانب التشريعي أو الجانب التنفيذي، في لفتة قوية للشق السياحي في ليبيا مما نمتلكه من أجمل شواطئ زي ما ذكرت. سبب مشاركتنا في هذه المهرجان دعم للشباب الليبي، دعم للمؤسسات التي قامت بهذا البرنامج، ورسالة حبينا أن نوصل رسالة للعالم بأن نحن رغم الظروف اللي مروا بها نحن نشتغل ونعمل
نواسي الشعب الليبي ونعطي فكرة للشعب الليبي ها نحن موجودين هنا. ليبيا ليست مخطوفة زي ما يروج لها الإعلام. فكرتنا الأولى والأخيرة أن احنا نوصل أن ليبيا إلى السلام، ليبيا بلاد آمنة رغم كل الناس اللي تحاول تطلع الصورة العكس للكلام هذا. اليوم الأجواء الختامية لمهرجان الرياضات المائية، أهم شيء نبو الناس يوصلها أن احنا بلادنا آمنة رغم كل شيء. لازم احنا نصنع الأجواء الحلوة بنفسنا، ما نفكروش في السلبيات. ليبيا آمنة، ليبيا إلى السلام تبقى دائما وأبدا. ننتقل بكم الآن إلى حوصلة لأهم ما ورد على صعيد الساحة العربية والدولية. البداية من فلسطين المحتلة، حيث شارك عشرات الآلاف من أبناء مدينة الخليل السبت في تشييع جثامين 5 من شهداء المدينة الذين استشهدوا برصاص جنود الاحتلال الصهيوني خلال أنشطة الهبة الجماهيرية الفلسطينية المتواصلة منذ أكتوبر. وأطلق عشرات الآلاف من المشيعين هتافات للمطالبة بالرد والانتقام وصيحات التكبير التي ترافقها زغاريد النساء أمام مسجد الحسين بن علي بعد تأدية صلاة الجنازة وقبل الانطلاق في موكب جنائزي موحد لم تشهده مدينة الخليل منذ سنوات. وإلى مصر، حيث تحطمت طائرة ركاب روسية كانت تحمل على متنها أكثر من 200 شخص وسط سيناء شمال شرق مصر. وكانت الطائرة أقلعت من منتجع شرم الشيخ في طريقها إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية. وذكرت تقارير أن الطائرة كانت تقل 224 راكبا روسيا. وأعلنت السفارة الروسية في تغريدة لها على موقع تويتر مقتل جميع ركاب الطائرة الروسية. وعثرت فرق الإنقاذ على حطام الطائرة على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب مدينة العريش. وصف سفير بريطانيا الأسبق لدى الأمم المتحدة جيرمي جيرنستوك الوضع في مصر بأنه كارثة على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مضيفا لو ذهبت مصر باتجاه خاطئ فأي أمل سوف يكون في تلك المنطقة. وأضاف جيرنستوك، والذي يعتبر في بريطانيا كأكثر الدبلوماسيين المعاصرين حنكة وخبرة، خلال لقاء برلماني قبل أيام من زيارة زعيم الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى بريطانيا، إن الوضع في مصر غير قابل للاستمرار، مشيرا إلى أن المصريين يطمحون للوصول إلى الازدهار، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بوجود نظام السيسي. وإلى عمان واليمن، حيث يتكون إعصار نادر وشديد بسرعة في بحر العرب متحركا غربا باتجاه اليمن وسلطنة عمان. ويمضي الإعصار المسمى تشابالا عبر ممرات ملاحية شديدة الازدحام في خليج عدن. ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح المصاحبة للإعصار إلى 200 كيلومتر في الساعة، وهو ما يجعله إعصارا من الفئة الرابعة. وقد يتسبب الإعصار في أضرار بالغة بمدينة صلالة الساحلية في سلطنة عمان. ورجحت وكالة الأمم المتحدة المعنية بشؤون المناخ أن تقل قوة الرياح، لكنها قالت إن ما يعادل عاما من الأمطار قد يهطل في غضون أيام. أما الآن فنترككم مع الجولة الرياضية. في جولتنا الرياضية لهذا اليوم، تغلب باريس سان جيرمان أمس بصعوبة على مضيفه ريم بهدف لصفر في افتتاح المرحلة 12 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. هدف الفريق حمل توقيع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، ويستعد سان جيرمان لمواجهة منازلة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل. تلقى فريق تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم ومدربه جوزيه مورينيو صفعة جديدة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، بسقوط مدون على ملعبه ستامفورد بريدج بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 11 من البريمليج. فقد فرط تشيلسي في تقدمه بهدف مبكر سجله راميريز في الدقيقة الرابعة، لتهتز شباكه بثلاثية سجلها كويتينيو هدفين في الدقيقتين 48 والرابعة 74 وكريستيان بينيتيكي في الدقيقة 83، لينال البلوز الخسارة 6 هذا الموسم، ليبقى مهددا بفقدان المركز 15 في جدول الدوري.
حجز السويسري روجيه فيدرير والإسباني رافائيل نادال مقعديهما في المربع الذهبي لبطولة بازل السويسرية الدولية للتنس ليصبحا على بعد فوز واحد من أول لقاء بينهما في النهائي منذ عام 2013. وفاز فيدرير على البلجيكي ديفيد جوفين 3-6 و3-6 و6-1 في تكرار لسيناريو المباراة النهائية العام الماضي. وحقق فيدرير فوزه رقم 56 مقابل 9 هزائم في الموسم الحالي الذي شهد تتويجه بخمسة ألقاب. ويلتقي السويسري في دور الأربعة مع الأمريكي جاكس هوك الذي تغلب على مواطنه دونالد يونغ. فاز فريق أتلانتا لكرة السلة على مضيفه نيويورك نيكس ب 112 مقابل 101 في المباراة التي جمعت بينهما في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الخميس. واستفاد أتلانتا من التناغم بين اللاعبي وتقاسمهم السيطرة على الكرة بشكل جيد وفق ما ذكرت رويترز. وتمكن جيف تيغ أفضل مسجل هوكس من إحراز 23 نقطة، كما أضاف زميله آل هاوفورد 21 نقطة أخرى إلى جانب 15 نقطة من كايل كروفر. في غضون ذلك أحرز بول مليسب 11 نقطة و11 كرة مرتدة للفريق الفائز. نهاية حصادنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم العناوين. استمرار المفاوضات الرامية للتهدئة بين الزاوية وارشفانة، والبعثة الأممية ترحب بجهود التهدئة في المنطقة الغربية. تجدد الاشتباكات في أوباري بالرغم من الهدنة المبرمة بين التب وتواري. لقاء يجمع مصرات وتورغا بقسم حقوق الإنسان بالبعثة الأممية. تهديدات من أمير سجن بيرسيس بانسحاب قواته من محور الصابري ببنغازي. ومنظمات حقوقية تطالب بحماية المعتقلين في السجون التابعة لحفتر. وتابعنا أيضاً عقيل صالح يقول بأن لدينا خارطة طريق بديلة، والاتجاه نحو انتخاب رئيس للبلاد، والاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على معارقي الاتفاق في ليبيا. الأمم المتحدة تكلف جنرالا إيطاليا بملف إرساء الأمن في ليبيا، واليونان تفرج عن أكبر ناقلة نفط ليبية. قدمنا لكم الحصاد من قناة ليبيا بانوراما من العاصمة الليبية طرابلس. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. في أمان الله.